وعلى إثر غرق شوارع قضاء الحمزة الشرقي وفي ظل تدني الخدمات في القضاء، تظاهر العشرات من أهالي الحمزة الشرقي مطالبين بإقالة محافظ القادسية ورئيس مجلس المحافظة بسبب الواقع الخدمي الذي تفاقم بعد الأمطار الأخيرة، واتهموهم بالفساد، كما رددوا هتافات مناوئة لمسؤولي المحافظة. دعونا نتابع. في نفس التظاهرة ردد المتظاهرون كذلك هتافات ضد الأحزاب السياسية في العراق، طلبوا كذلك رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالحضور شخصيا لمتابعة أحوال القضاء بعد غرقه بمياه الأمطار. فلنتابع. شخصيته والله العظيم